مساء الخير. التباين اللي صار بين أداء الضعيف لبعض المؤشرات الاقتصادية بأمريكا مع الارتفاع القوي اللي صاير بالأسواق ما غير من نظرتنا البناءة للأسواق والاستثمار بالمطلق. مؤشر ثقة المستهلكين اللي إجا متراجع من 77 ل 67 إجا متوافق مع رؤيتنا وإدارتنا للمحافظ بظل اقتصاد قد يتباطأ تدريجيا. هيدا الأمر ساعدوا وعززوا كمان مراقبتنا لتصريحات مدراء الفيدرالي اللي أكدوا أنه بالرغم أنه ما رح يخفضوا الفايدة بشكل قريب ولكن لن تكون خطوتهم المقبلة ارتفاع بالفوائد. هدول الشغلتين مجتمعين عم بيصبوا بمصلحة توزيعنا للأصول فيما خص أدوات الدخل الثابت سواء على الدين الخاص أو على أدوات الدخل الثابت السائلة اللي عم تقدر توفرنا مستوى عوائد مجدي بهذه الظروف. بينضاف لهذا الأمر أمر إيجابي صار أنه البنك المركزي بالسويد خطى خطوة تشبه البنك المركزي السويسري وخفض أسعار الفوائد من 4% إلى 3.75% أي ضخ سيولة أكثر بالأسواق. نقاط إيجابية أخرى عم بتعزز الاستثمار بالأسواق سواء أسواق الأسهم أو الملكية الخاصة أنه هناك مؤشرات إيجابية من الاقتصاد الأوروبي مؤشر مدراء المشتريات إجا مرتفع ومن الاقتصاد الصيني مؤشر تضخم المستهلكين إجا مرتفع للشهر الثالث مما يؤشر لثبات أو بداية الثبات بالاقتصاد الصيني. كل هذه الأمور عم بتصب لمصلحة توزيعنا للأصول بالرغم أنه عم نراقب الأسبوع المقبل بيانات التضخم بأمريكا لنشوف إذا بدنا نعمل أي تعديلات.